اليوم نتشرفوا بلقاء نجم من نجوم كرة اللعب التونسية اللي نور البلاد داخليا وخارجيا من الخليج إلى فرنسا عبر تونس. إنسان أعطى كثير لكرة اللعب التونسية، وإحنا نتمناو أنه برشا الجيل الجديد يتعلم منه ياسر ويكون قدوة بالنسبة له. حبيت نسمي يوسف بن علي. يوسف بن علي قصة كبيرة، قصة التحدي، قصة النجاح والتألق. معناها إنسان تجاوز العراقيل اللي وقفت قدامه في بداية كارير بتاعه وتمكن من رفع التحدي، أولا بفرض وجوده في جمعية كبيرة كما الترجي الرياضي، ثم في بروزه عالميا مع المنتخب القطري لكرة اليد، مثل ما يشهد بذلك مونديال 2015 بالدوحة. يوسف مرحبا بك. مرحبا بك يا سي محسن، مرحبا بجميع المشاهدين، مرحبا بالناس الكل. يعطيك الصحة على المقدمة هذه، نتشرف برشا أني نكون معاك اليوم خاصة في الدوحة. مش عارف شكون ضيف شكون. احنا جينا لهنا، تقابلنا في الدوحة، حاجة ممتازة، حاجة ديما تقعد معناتها انتريسونت وقت اللي الناس يكون عندها معناتها علاقات ممتازة، فيشرفني اليوم أني نكون معاك. مرحبا بك. احنا حبينا نحكيو معك نتجاوزوا الطرق الكلاسيكيه نتاع الحوارات الصحفيه، لانك انت انسان معناها شبعت انترفيوات وديكلارسيونات وريبورتاجات احنا اليوم حبينا نعمل حويجة جديده نظيفه شويه تحفونا كي اكروش، واللي معناها نحبوها تكون معناها تور دوريزون تحفون، مي بريف نبداو ندوم من الاخر. انت توا هنا موجود في الدوحة، ماكش موجود في فرنسا. خليت الجمعية نتاعك غديك وجيت، طبعا جيت لتعزيز صفوف منتخب القطري. فما تصفية الألعاب الأولمبية نعرفوا اللي باش تقع في الدوحة ابتداء من غدوة. حبينا نشوفوا وين شنو هو حضورك انت، معناها تحضيراتك كيفاش كنت وكيفاش باش يكون حضورك في الدورة هذه. أكيد أنت تعرف توا معناتها تقريبا من اللاعبين المحترفين اللي قلائل اللي في المنتخب القطري يلعبوا في أوروبا، يعني فما لاعب توريلا وفما لاعب آخر في سبورتينغ لشبونة. عندنا برشا بوكو دونجاجمون معناتها مع لي كلوب نتاعنا، دونك اللي ما سمحليش نجي قبل. اليوم معناتها الحمد لله قبل 4 ولا 5 أيام من التصفيات، معناتها المنتخب القطري تمكن من ليبراسيون تاعي من الكلوب باش نجي، حاجة معناتها مهمة جدا باش ننتجري الجروب قبل التورنوا. دونك فوالا غدوة إن شاء الله تبدا التورنوا، مهمة جدا معناتها تري امبورتونت. هذه هي الكاليفيكاتيف جوز أولمبيك، معناتها تعرف أنت الإمبورتونس نتاع لي جوز أولمبيك في كارير الملاعبي، خاصة معناتها أنا شخصيا اللي نقول بوتيتر تنجم تكون آخر جوز أولمبيك في كاريري، دونك هذاك علاش بالنسبة لي أنا مركز برشا على البطولة هذيا، وإن شاء الله بقدرة ربي معناتها مع الأخيين واللي ماهمش مقصرين زادا كوسوسوا معناتها تنظيميا ولا حتى إداريا، معناتها الناس كل مركزين إن شاء الله بقدرة ربي نبداو البطولة غدوة إن شاء الله. بشوية البطولة باش تكون طويلة باش تكون صعيبة، نعرفوا معناتها التحديات على مستوى آسيا معناها معاش كي معناتها صارت أصعب من قبل شوية. منتخب البحريني نعرفه منتخب عتيد وشفنا هذية في بطولة العالم، منتخب الكويتي اللي راجع من بعيد، منتخب السعودي اللي قدم معناتها مباريات ممتازة في بطولة العالم، نفس الشيء منتخب الكوري، عارفين اللي باش يكون عندنا منافسين جديين، فإن شاء الله احنا حاضرين وإن شاء الله بقدرة ربي كما قلت لك معناتها ناخذوا الكاليفيكاسيون باش نتوجوا الجيل هذايا. منتخب قطر جيل عمل بوكو معناتها بوكو دانفستيسمون معناتها بوكو دو ريوسيت، ان شاء الله نتوجوه بطوكيو 2020 ان شاء الله. بالنسبه لك انت يوسف، انت عايش بعيد على كره القدم القطريه، انت متواجد في فرنسا تخدم على روحك ربي يعينك، وقاعد تقدم في نتائج كبيره وفي مردود ممتاز، هذا كله نعرفوه. لكن اللي هنا واحد يتسائل يقول لك كيفاش انت بعيد على المنتخب، معاك مش ماكش معاه ديما في كل التربصات بتاعه يظهر لي، جيت كان مره هذه بالنسبه لي تاع التصفيات هذه الاولمبيه، تلقاش فماش ربما بعض صعوبات تتاقلم على اللاعبين، خاصه انه احنا علمنا اليوم احنا هنا في الدوحه علمنا انه المنتخب نتاع قطر وقع تشبيبه، فمع عناصر جديده جاءت دخلت وفما عناصر قديمه تنحات، انت هنا معناها مخضرب بين جيلين، معناها تلقى زعما
نجم فهمتك صحيح. هو شوف نحن نعرفه معناتها توا في المستوى العالي معناها تقريبا المنتخبات الكل يجي وكان في البريود يا شيف معناها. لكن بتدر انا عندي افونتاج اني عشت برشا في قطر وعشت برشا مع الاتحاد هذا وعشت برشا مع المدرب وخاصه مع لي كادر ديكيب معناتها نعرفوا بعضنا كسو سوا لو سيستيم معناتها تكتيك ولا حتى العقليه نتاع الجروب. دونك ما قلقنيش الانتجراسيون كونترير معناها في 2017 بطولة العالم في فرنسا جيت من تونس وعملنا بطولة ممتازة. في 2018 مشيت من فرنسا معناتها وعملنا بطولة ممتازة. نفس الشيء في جاكرتا 2018 في أوت فزنا بميدالية ذهبية. معناها بالنسبة لي أنا معناها الحمد لله عندي دور مهم في الإكيب مش كرويا لكن أكثر تأطير وأكثر معناتها تقريبا أنا من أقدم الملاعبية في المنتخب هذا اللي يعطيني أكثر مسؤولية باش نكون ديما حاضر باش نكون ديما معناتها نتابع الأخبار حتى لو كان في فرنسا نتابع الأخبار نتابع المستجدات نتابع التحضيرات. معناها تقريبا اليوم متابع كل معناتها كبيرة وصغيرة من فرنسا يبعثوا لي معناتها ما شاء الله ستاف تكنيك يبعثوا لي أي جديد معناتها تكنيك ما ولا أي خدمة جديدة يبعثوها لي معناتها تقريبا موجود معهم ديما. دونك ما يقلقنيش بالعكس نجي مركز نجي بموتيفاسيون متاع جوار بروفيسيونيل نحاول نقدم الإضافة على مستوى الخبرة متاعي. فأنا أتصور معناتها إن شاء الله بقحول الله معناها إلى حد هذه اللحظة فما كان الإيجابي في المنتخب القطري ممسي حتى فما تشبيب ممسي حتى فما معناها عناصر معناتها معاش موجودة لكن احنا معاملين برشا على اللاعبين الشبان عندهم برشا طاقات ونستناو منهم معناها باش يعاونونا برشا وياخذوا المشعل في القريب إن شاء الله. إن شاء الله هذه ما نتمناه. من قطر نرجع لفرنسا. أنت الوضع بتاعك في فرنسا طيبة على حسب ما احنا قاعدين نتبعوا باستمرار. تبارك الله عليك قاعدنا تعطي في نتائج طيبة. شفنا معناها مردود ممتاز من أسبوع إلى آخر. فماش شنو كفترة المستقبل بتاع الكارير بتاعك؟ أنت هنا نصور أنه قطريين ماذا بهم يتمناوا ترجع لهم اللي تخدم لنا كريمو على طول في البطولة بتاعهم. تونس سرتن مو رب الجامعات كبار يحبوا يعملوا تجربة معاك أنت قادر باش تقدم إضافة. فرنسا كيف؟ هنا أنا ومع أنت إن شاء الله زي ما نتمناوا لك تكمل معناها تكون ساهمت مساهمة فعالة في ترشح المنتخب القطري إلى العرض الأولمبي القادم. في هذه الثلاثة الوضعيات هذه أنت في عندك الاختيار إيش تعمل إيش تقول؟ نقعد في فرنسا نرجع قطر نرجع والله تونس. شوف هو تقريبا سؤال حساس جدا معناها نشكرك على السؤال هذا هو تقريبا هذاك اللي في مخي توا معناها لكن أنا نقول الحمد لله سي لو شوا دي غيش معناها اليوم يوسف بن علي برشا تعب جات برشا تعب جات برشا تضحية. المردود اللي في فرنسا معناها تعرف انت بطولة فرنسية احسن بطولة في العالم مش سهل معناها مش سهل انك تحط تحدي انك باش تعاون فريق باش يطلع للدرجة الاولى والحمد لله ونفوزوا معناتها في تقريبا في المباريات الكل ونفوزوا بالدوري معناتها الدرجة الثانية اللي هو مستوى صعيب جدا ومعناتها مستوى ممتاز درجة ثانية في فرنسا وسنة معناها الحمد لله معناها قاعدين نقدموا في مستوى ممتاز في الدرجة الممتازة الفرنسية. هذا الكل يخليني معناها كما قلت لك معناها يخليني أكثر مسؤول على كامل الوجهات اللي ناخذها وعلى أي مسؤولية ناخذها. مش سهل كما قلت لك معناها برشا تعب نشوفوا ما شاء الله معناها عندنا عديد اللاعبين اللي تألقوا نحمل المسؤولية هذه إن شاء الله بحول الله إن شاء الله إلى حد هذه الدرجة معناها ما زلت إلى آخر موسم إن شاء الله مع الفريق بتاعي في فرنسا. كما قلت أنت في عديد الوجهات إن شاء الله بينتو باش ندرسهم في عقلية عندي الوقت عندي كامل الثقة في نفسي معناها باش نشوف أموري وين بالضبط النجم نكون أهم حاجة مرتاح نفسانيا عائليا خاصة في الكادر اللي يعرف قيمتي اللي يعرف معناتها الإمكانيات متاعي. إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله نشوفوا شنو النجم يصير إن شاء الله وفي أي وجهة بقدرة ربي أنا نوعد الناس اللي تبع فيها خاصة أني باش نكون ديما معناتها أنوم دو تشالنج معناها ديما إن شاء الله بحول الله نعمل الماكسيموم باش ننجح في أي مهمة وان شاء الله ما فما كان الخير ان شاء الله. ان شاء الله. قد ايه انت تصورت بكل صراحه معناها الكاريره تاعك قداش مازلت فيها؟ زلت صغير كمان. زلت صغير. شوف انا توا معناها 32 سنه وتقريبا معناها 14 سنه في عالم الاحتراف معناها 14 سنه بروفيسيونيل مش سهله معناها بديت نتعب شويه خاصه مونتالمون معناها التعب بدا يرجع علي مونتالمون
فيزيكمون معناها نحس في روحي لاباس، دونك مانيش السؤال هذا مازلت مانيش حاطه مانيش طارحه، لكن سيرتينمون بديت نحضر في حاجات، بديت جونتيسيب، عندي مشاريع ان شاء الله بقدره الله، قدره الله معناها ان شاء الله نحاول نحققهم في القريب العاجل. كما قلت لك معناها استنست بالنجاح، استنست ديما باللي دي فيه، نعرف اللي ما يجي شيء بسهل، نعرف اللي برشا تعب ورا كل نجاح، فانا مستعد معناها لاي ديفي. ونيفو كارير ان شاء الله نشوفه، كان ربي حمانا وكان ربي استرنا ان شاء الله وما تصيرش دي بليسور، نقولوا 3 سنين اخرين معناها، نقولوا 3 سنين الله يسهل الله. ايوه ان شاء الله ان شاء الله مبروك. قولوا من توا نتصور انا بعد توا معناها كما نقولوا موعد النهايه تاع الكارير تاعك معناها قرب، حببنا مكرهنا باش نقول 3 سنين تو ما عادش تسمى بعض. صحيح صحيح. هو شوف محسن سامحني قص عليك، هو هذايا فما عديد من اللاعبيه تخجل منه وتخبيه وتخاف منه. انا بالعكس انا ما يقلقنيش، انا ماذا بيا نكمل لو بلو تو بوسيبل باش معناتها نخلي ليماج اللي انا فيها الحمد لله توا في احسن حله، نحب نخرج في احسن باب، ما نحبش نخسر الايماج نتاعي، ما نحبش نوصل الى ان يجي ومعناتها يقولوا لي بالله يخرج بركه راه ما عادش فيك. دونك انا بالنسبه لي انا تفكيري مختلف على اغلبيه اللاعبين، فبالعكس انا ما نخجلش اني بيانتو معناها باش نكمل، هذيك سنه الحياه، سنه الله في خلقه، فما اجيال تتوالى. انا واحد من الناس نمن بالاجيال، نمن معناها عادي معناتها باش يجي ولد صغير لازم ياخو المشعل وعادي جدا، لكن اهم حاجه اسكو الصغار هذوكم باش يلقاو شكون يمن بهم، اسكو الصغار هذوكم باش يلقاو كبار يمدوا لهم ايديهم. فانا معناتها بالانسان نمن بالتلاقح معناتها الاجيال وعادي جدا معناها، بالعكس يشرفني اني نجحت في اغلب الاختيارات، نجحت في اغلب الردهات معناتها كارييري، وان شاء الله علاش لا بيانتو تكون في رول واحد اخر ان شاء الله. سو كي سور باش يكون عند بال، لانه انا ما نجمش نعيش معناها كره من غير كره اليد، ما نجمش نعيش، هذا سوري سيرتان معناها. نورمالمون الرول الجديد هذا بعد نهايه الكارير تاعك باش يكون يا مدرب يا مسير يا رئيس جمعيه، شنو هو والله الرئاسه كورت. شوف الرئاسه شوف هو نورمالمون ان شاء الله باش يكون مدرب، لانه انا بديت نحضر في اللي ديبلوم معناها الحمد لله، عملناه واللي خذيت ديبلوم من فرنسا معناها ديبلوم مهم جدا، ومعناتها على المستوى معناتها التدريبي معناها مهم جدا، الحمد لله توفقت معناتها بمساعدة الكلوب نتاعي، مانيش مزروب بالعكس كما قلت لك، جو برون انكور دو بليزير، مازلت شيخ في اللعب، مازلت عامل جو ونشوف في حاجات أخرى، قاعد نتعلم من أي باساج كو سوسوا معناتها أو كلوب ولا كو سوسوا معناتها حتى في كيب ناسيونال. جاي يو لا شونس معناها 6 ولا 7 سنين مع فاليرو ريفيرا اللي طورني على المستوى الفكري، اللي طورني برشا على مستوى كرة اليد، كو سوسوا ملاعبي ولا حتى كو سوسوا معناتها تحليل الكرة اليد كيفاش لا فيزيون معناتها تشوف الامور. علاش لا نستغل الفرصه هذه باش نكمل نكون نفسي، وان شاء الله اذا كان انا امكانياتي تسمح باش نكون مدرب، فان شاء الله افيك ان غران بليزير ان شاء الله. علاش لا ان شاء الله. نورمالمون راهوك مدرب في تونس، لانه يعني احببنا مكرهنا راهو تونس تقعد ديما هذيك اي تونس. شوف جزء مني لا يتجزا معناها، احببنا مكرهنا، واللي يحب يحب واللي ما يحبش ما يحبش. انا تكونت في تونس، لعبت في تونس تقريبا، لعبت 12 سنه في تونس، هزيت ترويت في تونس، جزء مني يشرفني باش نكون مدرب في تونس، علاش لا، يشرفني باش نكون نرجع النفع الكرة التونسيه، يشرفني اي مكان نخدم به الكرة التونسيه يشرفني. بالعكس انا يعرفوني الناس اللي بتتر يسمعوا فيا، انا معناتها جي في بوكو دينيسياتيف معناتها باش نساعد كرة اليد التونسية، وهذا واجب، أنا نشوفه واجب، ناس تشوفه معناتها بيبليسيتي، أنا نشوفه واجب، لأنه اليوم من الواجب أن نتذكروا شكون اللي عاوننا، من الواجب أن نتذكروا وقت اللي احنا ما احنا حتى شيء شكون اللي أمن بينا، من الواجب أنه كرة اليد لو كان مش كرة اليد راهو لا فما يوسف بن علي ولا فما فلان ولا فما فلان ولا فما فلان، فلا كونتينيتي لازمها تكون مبادرة من الانسان اللي استنفع. اذا كان اليوم انا ما نرجعش جميل كره اليد، فغيري مش باش يستنفع، لانه في وقت من الاوقات النبته هذيك باش تموت. فاحنا علاش نكونوا انانيين؟ علاش نقول انا استنفعت ما عادش يهمني في غيري؟ اذا كان انت استنفعت وتوفر ارضيه باش غيرك يستنفع، يوم غيرك يستنفع هو بده يوفر ارضيه باش غيره يستنفع، وهكذا تتوالى. معناها احنا الحمد لله انا عندي معناتها اولادي نحبهم يلعبوا كره اليد، واليوم التيران بوتيتر دون 2 3 جينيراسيون
ولدي نحبو يرى يكون ممتاز في كرة اليد. فالتيران إذا كان مش موجود ولا الكادر إذا كان مش موجود فأكيد لا ولدي لا ولد فلان لا ولد فلان لا باش يلقى الإمكانيات باش يلعب كرة اليد، فأكيد مش باش يلعب كرة اليد وباش تموت كرة اليد. أنا جو سوي رياليست، معناها بالعكس أنا نجي من حومة شعبية، عندي الفكر معناتها التكويني، عندي الفكر متاع لا ريكونيسونس، فعلاش لا نرجع لك سؤالك علاش لا نخدم افيك ان تري غرون بليزير. وللمعلومه معنا اذا كان نهار من نهارات باش نخدم كره يد راهو بور لو بليزير با بلوس. كان جيت لتونس معناها باش تدخل الغمار نتاع التدريب في تونس، تعرف انه الاجواء مش على العال كما تعرف، انديه قاعده تقاسي، فما برشا حاجات معناها مش مليح معناها في الهوند، رغم لبعض الانجازات اللي موجوده. حبيبنا مكرانة عملتها الجامعه، انا مش مدافع عليهم الجامعه ولا حاجه، مي دون لونسومبل ريتك انت عندك ولات عندك العقليه الفرنسيه اللي مبنيه على الانضباط على التفكير السليم. ثم عشت معناها فتره كبيره في قطر، زاد في قطر معناها بلاد الازدهار، بلاد القوه، قوه معناها من ناحيه المنشات الرياضيه من ناحيه هذه. تقعد هنا في تونس بتجي لهنا بسلقة فما بعض مشاكل الحكايه معناها لازم تعرض لهم بالمقارنه مع الوضع في فرنسا وفي قطر. يا ترى انت مستعد باش تواجه العراقيل هذه اللي باش تلقاها قدامك قدام كل واحد، ولا خاص واحد جاي معناها بعد سنوات رجع لبلاده، عندك شي افكار جديده، عندك حاجه ثوريه؟ صحيح صحيح، هو كلامك صحيح 100%. المشكله مش مشكله استعداد. اليوم ما ناش نحكيو في انا رجع لتونس، اليوم انا نحكيو انا في تونس، تونس جزء مني. معناها اليوم نحكيو ماهيش انا معناها نرجع ولا ما نرجعش، سي با سا لو شوا. معناها لو شوا اني اليوم نشوف في حاجات مقلقتني، نشوف في حاجات قلقتني، لانه انا نعتبر روحي ننتمي لعائله كره التونسيه، نعتبر نفسي انا فخر لي انا. معناها الناس اللي ما تعتبرنيش نحترم رايهم، لكن انا كقناعاتي نعتبر نفسي معناتها ننتمي للعائله هذه. فاللي مقلقني انه انا لي موين انا لي بون كاليتي، عندنا المنشئات اللي ميم سي ناقصه شويه لكن عندنا الامكانيات البدنيه، عندنا الامكانيات الفكريه، عندنا معناتها من احسن المدربين من احسن الملاعبيه، لكن الخلطه بالنسبه لي انا ناقصه، الخلطه الفكريه ناقصه، الخلطه التسييريه ناقصه، اوني ترو ليميتي في الفكر نتاعنا. نرجع لك للسيستم بتتر 20 سنه ما فما حتى انيشيتيف هكا معناها جديده، ما فما حتى معناتها حاجه باش تحطنا القدام. او نيفو بوبليسيتير ضعف برشا، او نيفو كومونيكاسيون ضعف برشا، او نيفو ريلاسيونيل مع العالم ضعف برشا. اليوم تشوف المنتخب الفرنسي قوته شنيه؟ قوته لا كومونيكاسيون. اليوم المنتخب الفرنسي اول ما حط الى ميزي سور لا شامبيونان نتاعو اش قال؟ قال انا باش نكون قوي لازمني نرجع اولادي، لازم اولادي يلعبوا عندي. كيفاش انا نحب نولي اقوى شامبيونان واحسن ملاعبيه فرنسيس يلعبوا في المانيا يلعبوا في اسبانيا؟ ففرضوا عليهم انهم يرجعوا. اليوم لو بروبليم معناتها لا غروند بوليميك نتاع نيكولا كاراباتيتش سببها شنو؟ انه باش يرجع للبي اس جي. دونك احنا علاش ما نمشيوش نقلوا مسالج؟ اليوم ما فيهاش عيب، انت نجحت ننقل عليك ونعمل خير منك، ما فيها حتى عيب. اليوم هذه مشكلتنا، لانه اللي ما عندهمش هما عندنا نحن. احنا عندنا الباز، احنا عندنا الفكر، احنا نقول لك الملاعب التونسي من اقوى الملاعبيه تكتيك مو كي نقول تكتيك مو معناها يلقى لك الحل في سكوند. وهذا شيء مش انا قلته، كبار الفنيين قالوا. اليوم عندنا ملاعبيه توانسه ما شاء الله معناها دي كاليتي فيزيك انورم، دي كاليتي مونتال انورم. اليوم ملاعبيه توانسه ينجم يديبلوكي سيتواسيون معناتها بالفطره. عندنا بوكو دو بوزيتيف مانيش قاعدين نستغلوا فيه، هذا اللي غيبني ومش لي انا راهو نفع، مش لي انا اليوم ما نحبش لناخو مسؤول لناخو مدرب لناخو لاعب مره اخرى في تونس. انا جي ديكلاري قلت ما عادش نلعب في تونس، لانه جيت نلقى روحي ان نضرب في بندير منقوب. دونك لو بروبليم اليوم جينيراسيون جايه، لو بروبليم اليوم خدمه الرياضه. يا خويا استنفع انت واخدم نفسك، لكن اون باراليل اخدم شويه الرياضه، ما تعطيش 99% نفسك و1% يا خويا 50 50. تحب تدبر راسك، دبر راسك شويه وخدمنا شويه، ما فيها حتى باس. وهك تشوف معناها حتى ونيفو بوليتيك البلاد باقي واقفه، بس الريق باللي تحب باقي واقفه، لانه الشعب قوي والتونسي قوي وعنده النخوه وعنده لونفي. معناها التونسي كي يقول لك نعمل حتى بوضع في الامكانيات يعمل. فانا اللي مقلقني كره اليد سي لو سبور يونيك، معناها لونيك سبور اللي ينجم يربح لك فرنسا.
لكن المشكله ما فماش عندكش حلول عمليه. الحلول موجوده. انا عمليه انا شوف انا اخذ سي محسن باش نقعدوا نحكيوا في الاطار. انا جي با لو دروا باش نعطيك حلول قدام الناس كوم سا يعني باش ما نميعوش القضيه. بالنسبه لي انا ماهيش هكاك الحلول. بالنسبه لي انا اول حاجه لازم نعملوها هي نحطوا الامور في اطارها, نخليوا الدومين لولاد الدومين. هذا حل من الحلول. هذا بمعنى اولاد الدومين عندنا ما شاء الله دي زيكسبيريونس, كو سوسوا مشاو للاوروب, كو سوسوا قراو لبرا, كو سوسوا راناو لبرا. انا نقترح انهم يعطيونا الاكسبيريونس نتاعهم يحطوها على الطاوله, ومن بعد المسيرين والاداريين ورئيس الجامعه واللي هو معناتها اللي باش ياخذ لا ديسيزيون. فكرتك صحيحه ولا غلطه, لكن اليوم علاش انا نشوف معني عديد اللاعبين القدامى وعديد المسؤولين القدامى وعديد المدربين القدامى متروكين. انا هذا واحد من الناس انا يغششني برشا, لانه هذا مخدمه, هذا معطاه من عمرهم, هذا معطاه من تضحيات معناتها كبيره, هذا مشرف الرايه التونسيه. شوف كره اليد عائله, وانا ديما نقولها عائله, والعائله ما نجمش يكون فيها خمسه ولا سته اباء, فيها بو واحد, لكن الناس الكل في العائله كونسرني. وقت اللي تشوف مشكله في العائله يلزمك تكون كونسيرني. علاش؟ خاطر العائله نتاع الناس الكل, لكن بو هو كي ديسيد. اليوم لو بروبليم اولاد الهونت حسوا رواحهم ما عادش مرغوب فيهم, ما يجيش. واللي يغيظك انه مش هما اللي باش يتضروا, الاجيال القادمه باش تتضر. اليوم نجم نقول لك معناها فما وليدات صغار طموحهم معناتها 0%. علاش؟ دونك هو الى تو لي مويان باش يولي لاعب كبير. انا يغيبني هذا. اليوم احنا جيل مثلا المنتخب هذا جيل ممتاز جدا, لكن بالنسبه لينا قاعد يستغل في 20% من امكانياته, لانه ما فماش الدعم, مش الدعم المادي, فماش الدعم المعنوي, ما فماش اللي يمن به, ما فماش اللي يلقاه وقت اللي يلقاه في وقت اللي يستحق له في مشكله لبرا من التيران ما يلقى حد. دونك هذا الكل في اوروب, في الاوروب مثلا ما يصيرش. في الاوروب كي تجي خمم كان في 20 على 40 تلقى شكون يتلهى لك بامورك, تلقى شكون مشكلتك اوراقك, لا قدر الله صارت لك مشكله كذا, انت مسؤوليتك كان ال 20 ل 40. في تونس لا, في تونس اللاعب تلقاه حكي وحريري, معناها يمشي يرقل اوراق ويمشي يرقل امور ويمشي كذا, وفي الاخر بالكل تلعب تلعب تلعب, تاخذ شهرين على 10 عاد بلاش منها صار. نقعدوا في اطار العوده المحتمله نتاعك في تونس, في صوره ما اذا جاك عرض من الدرجه الرياضيه كمدرب او كمسير توافق عليه ولا بعد ما ومع العلم انه ما لازمش نساو اللي اخر تجربه معك مع الترجي يعني مع الترجي الرياضي مع نتاعك انت كنت في ما انتهتش كما كانت في ظروف خاصه, جات في ظروف خاصه وفيها قالوا عليها برشا كلام. انت يا ترى غدوه مستعد باش ترجع للترجي بصوره ما اذا سؤال عزيز برشا ما نجمش نجاوبك عليه الا ما يصير. بمعنى الترجي جزء مني راه, وانا الناس تعرف الشيء هذايا, ما نجمش نقول لا للترجي, ميم سي انا موجوع من بعض الاطراف, لانه انا جيت بحسن نيه نلقى الامور مخلوطه شويه, حبيت نعاون, حبيت نعطي من الخبره نتاعي, فلونجاج بتاتر ما كانش هو بيدو. الترجي عريقه والترجي دوله والترجي عطاتنا الناس كل. ترجي معناتها الحمد لله مش ترجي مانيش معروف وراه ما يعرفني حتى هذا. ف معناتها باللي عطاتني الترجي مستحيل نقول لا, لانه انا مانيش انغرا, جو با انغرا, ميم سي وجعتني شويه مي ليه نخزر للباهي برشا. صحيح. وهذا شوف وهذا واجب, وانا مانيش نعرف في السياسه وجو مو فوا با معناتها توا بور لانستون في البروجي بتاع الاسبيرونس, لانه عندي بالنسبه لي انا عندي دوتر فيزيون للسبور, فهمت؟ لكن اذا كان ريالمون تصير لا بروبوزيسيون نقول لك 99% نرجع, لانه والله غالب ما نجمش نقول لا. رجعت انا رجعت في 2016 بمحبه, ما رجعتش بحتى شيء اخر. انا سلمت في عديد وعديد وعديد الامتيازات, انا تحرمت من امتيازاتي لهنا باش نرجع للترجي. فما ناس تعرف الشيء هذا, فما ناس تعرف, ما نحبش انا نتكلم. لكن انت وقتها خدمت في الترجي العام هذيك تمتعت بامتيازات باهية. خلينا من الامتيازات, انا كي نقول لك سلمت في 70% من اللي خذيته في الترجي, راهو معناها نعرف شنو نقول. معناها اذا كان انا خذيت 100 في الترجي راني سلمت في 300 لبرا, وحقي معناها على الطاوله, معناها بلغه اخرى باش تمشي للترجي هذا انساه, وهذا حقي. والناس تعرف وش هذه امتيازات. تسمع راو شفت
الامتيازات المادية ما تسوى حتى شيء راو مع الـ مع الـ الراحة النفسية مع المحبة متاع الخدمة. جيبك معبي وقلبك مش مرتاح ومخك مش مرتاح والله لا تتمتع بها، خاصة انك تبدأ انسان مغروب. انا هكا انا نخمم راه امتيازات، اسمعني حكي فرق امتيازات في تونس راك تنجم تاخذ فواكات بالنيفو كي عندك نيفو ممتاز، راني نحكي على اون كاتيجوري معينه ولا اون جام معينه نتاع ملاعبي تاخذهم فاسيل في الاوروبا وتاخذهم وتتمتع باحسن واحسن واحسن. اليوم رجعت الترجي يكذب عليك اللي قال لك امتيازات، يكذب عليك معني وانا خرجت خلى علينا في ذكر الامور الفلوس، بالعكس انا بيني وبين اسبيرونس ما فماش حتى فرنك، ما فما حتى فلوس، بالعكس ونجي ونعطي وندخل الاستاد ونقص تذكره ونعمل ابونمون كل شهر وما هوش مزيه. هذا واجب، هذه انتماء، كيما انت تدخل لداركم تجيب شويه جاتو تجيب شويه بانان تجيب شويه كذا. انا كيك يا اخوي، انا نخمم كيك. دونك اليوم المشكله اللي في تونس مش كان في الترجي، كيفيه التسيير تاع الامور، كيفيه تسيير رياضه كره اليد بارابور لتونس الكل. اليوم يعاملوا في كره اليد عباره هكا معني فهمت كلي من الاخر، شكون اللي يعامل الناس كلها، عقليه المسؤولين الكبار، عقليه الدوله بالنسبه لي انا مع كره اليد ماهيش محترمه. انت تحكي على الترجي ولا على الدوله؟ نحكي على التسيير العام بما في الترجي وين في تونس، نحكي على التسيير. انا رجعت في البطوله شفت حاجات، راهو صدقني سي محسن ما تتصدقش، راهو ماتش بريباراسيون عملنا 350 كيلومتر ماتش دو بريباراسيون ما لقيناش بوليس وقف الماتش. معناها تصور انت وصلنا الى هذه الدرجه، معناها من عدم الاحتراف. معناها انا نعمل 350 كيلومتر الي و350 روتور باش نلعب ضد منتخب الاوسط ما نلقاوش بوليس ما لعبوناش. معناها تصور تقول لي انت كره يد وتقول لي عالميه وتقول تحكي معناها شيء، هذا راه معناها في نيفو اماتور في فرنسا ما تلقاش. هذا اللي يغيظني، علاش قلت لك الدوله مش محترمه كره يد. نرجع لفرنسا احنا. انت تو تلعب في البوست تاع كيبو صحيح ولا؟ ما انت تعرف يوسف انت تلعب كيبو، مروان شير في كيبو، شكون لحد الان تو ما قدرنا نلاحظوا انه الكفه ماشيه لك انت قاطعت في روند مؤخر منه، فماش هذه تكونش عندها تاثير انه على المدرب القومي تولي جيرونا يخمم نهار من نهارات يقول لك انا نرجع نسبل عليه. ليه صعيب؟ ليه صعيب؟ هابش نقول لك علاش. أول حاجة مروان شريف معناها لاعب مهم جدا في المنتخب وأثبت معناها إمكانياته. مروان معناها سانجو بالنسبة لي أنا، رغم اللي علاقتي معناها ممتازة به، لكن أنا كي باش نقول رأيي راني نقول له في وجهه ديجا، وحتى كان فما حاجة نقولها له في وجهه، لكن أنا رأيي أنا شخصيا توا مروان إلي أن جوار كونفيرمي في ليكيب ناسيونال، إلي كونفيرمي معناتها من أحسن اللاعبية اللي لعبوا بطولة العالم 2019، لا بروف معناتها اليوم في 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 يلعب في البطوله الفرنسيه. معناها البطوله الفرنسيه ماهيش سي با دوني ا تو موند. لا كومباريزون مروان ويوسف ما تركبش، لانه ماناش فرد وفات، ماناش فرد باتو، ماناش فرد بابور. اليوم نقعدوا دو جوار معناتها او ميم بوست، اون بو معناتها نجموا نكملوا بعضنا بوتيتر في دون ان كلوب، مي في المنتخب صعيب ياسر. المنتخب بالنسبه لي انا صفحه المنتخب بعدت عليا برشا، لانه بالمخ وبالحسابات وباللوجيك ما عادش نخلط. معناها اليوم اذا كان انت باش تستنى يوسف بن علي عامين اخرين الاج دو 35 عام، انا بيدي ما نقبلش على نفسي، لانه انا نقول سي با بوسيبل معناتها دافوار معناتها ان جوار 35 عام وتخلي المستقبل على جنب. فمش من لاعبين تلوموا هكا معناها معناك اللي تعتبروا انه قفلك شويه عثره في الكاريره تاعك انت؟ ليه ما شوف ونقصد انا بالتالي وقولوا ديريكتوم شكون عصام تاج؟ ليه ليه والله ليه بالعكس. شوف عصام بتتر عرقلني من غير ما يشعر، لانه في وقت اللي انا لازمني نطلع كان في التوب نتاعو. بتتر انا بدي عرقلت ناس اللي من غير ما نشعر اللي ما خليتهمش يلعبوا. نسمي شكون عرقلت انا مثلا احسن هكاك باش ما باش نغش عليه حتى انا مثلا. الياس حشيشه كان ما جيتش انا في وقت من الاوقات في الترجي كان يلعب قبل وكان ياخذ اكثر وقت وكان يبرز اكثر. اليوم الى كونفيرمي وكيف كيف زاد سي ان جوار بالنسبه لي انا معناتها مهم جدا في الترجي التونسي. نقول له معناها واصل، مستقبلك مازال قدامك، وان شاء الله معناتها
بيحاول الله ان شاء الله تعمل معناتها معناتها تي فرانشي ان اوتر باليي للقدام وعلاش ليه تلعب في الاوروب. فمعناها باش نرجع سؤالك انا عرقني حد بالعكس انا كان تتعاود تتعاود يجيني الشوا نتاع كارييري نصحح عليها ديريكت. معناها كي تقول لي تجيني تعاود ترجع بين الايامات تقول لي راك باش تصير هكا وهكا وهكا كناخذ ديريكت. معناها الحمد لله اليوم معناتها الحمد لله معناتها توفيق الكل من عند ربي سبحانه. فما ناس تعبت برشا واكثر مني وما خذت شيء، فما ناس احسن مني بعشرة مرات ما خذتش الربع اللي خذيته وانا. فالانسان يزم يكون معناتها متواضع مع نفسه، يزم يحمد ربي على كل حاجه. الحمد لله بالعكس الحمد لله هك جيت لقطر وشفت معناتها الناس شنو يوسف بن علي هنا في فرنسا نفس الشيء، في تونس نفس الشيء. ظهر لي اي ملاعب بيتمنى شيء زي. صوت في الانتخابات اكيد صوت اكيد اه صبح يا مازال شويه هذا واش قلنا تو بعد ما في كل شيء تنش قلنا شكون صوت. نقول لك يعني في الرئاسيه صوت محمد عبو، وفي الرئاسيه الاولى صوت محمد عبو، وفي التشريعيه نفس الشيء تيار ديمقراطي. والرئاسية الثانية ما نجمتش لأن أنا مقيت في فرنسا ونهار الأحد معناتها كنت هنا في الدوحة دونك ما نجمتش، لكن معناتها كنت أكيد كان نجمت نصوت نصوت قيس سعيد لأنه فوالا معناها الحمد لله هو فاز اليوم إن شاء الله بقدرة ربي مستقبل تونس خير بالشباب. حاجة أخرى قاعد نشوفك الحملات التنظيف وكذا، وهذيك هي تونس وهذيك هي العقلية التونسي اللي كنا نحكيوا عليها. أنا بوتيتر نحكي أكثر سبيسيالمون دون لو سبور، هو بيدورة التونسي الملاعب هو بيدورة باش يخرج يمشي في الشارع وهو بيدورة باش يقضي وهو بيدورة باش دونك التونسي إلي كابابل دو تو افيك زيرو مويان يعمل العجب. معناها نشوفوا أسامة الملولي شنو عمل في العالم، نشوفوا حبيبة الغريبي شنو عملت في العالم، نشوفوا منتخب كرة اليد أسختان مومون شنو عمل في العالم. هذوما كل تونس هذوما كل راهم ياكلوا لبلابي وكفتاجي ويان نتاعنا معناها تونس نتاعنا. فنحب نقول للناس اللي تسمع فيا امن بنفسك، خاف على بلادك، ابدا بنفسك. اذا كان انت تحسن من نفسك راهو باش تعطي قدوه لغيرك وقدره ربي معناتها دي سي ان شاء الله السنوات القدام ان شاء الله تونس باش يكون عندها معناتها شان كبير ان شاء الله كسوسوا في الرياضه ولا كسوسوا حتى في العالم. لانه نؤمن بالتونسي عنده معناتها عنده برشا امكانيات اللي في العالم مش موجود. نرجع للرياضه، انا بطوله افريقيا في يوم في جاي في تونس ان شاء الله. شو ما كيفاش ترى الحضور تاع تونس؟ صعيبه برشا. بون انا بحكم توا احتكاكي مع توني جيرونا اللي هو يريني فيا في شارتر ميتروبول، نعرف اللي مركز برشا، نعرف اللي حاط برشا البطوله هذه في مخه. بطوله مهمه، بطوله على ارض معناتها تونسيه، بطوله في بلادنا، بطوله معناتها مرشحه للالعاب الاولمبيه. باش تكون صعيبه علينا لانه اليوم منتخب مصر صار معناتها منتخب عتيد وعتيد جدا، وهذا رايي انا الشخصي. منتخب مصر ذو خبرات معناتها عالميه، منتخب مصر معناتها اجيال وراء اجيال تتلاقح. هذا مصر اللي غلبتنا فيه انا رايي الشخصي، هذا مصر وقت اللي كنا نربحوا فيهم بالعشره وبالعشرين هما يخدموا اللوطه 2006 و2008 احنا خير من مصر برشا وهما قاعدين يخدموا اللوطه. 2010 باري ربحناهم في مصر وهما قاعدين يخدموا اللوطه. لو طون اللي خدموا هنا نشوفوا معناها في النتائج. اليوم في الرياضه راهو ما فماش حتى سر الا الخدمه الا لا ريبيتيسيون. انا راني نقول لك حاجات راني بالتجربه. يا با لو دون في السبور، الدون يعطيك 10% اللي يعطيك لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون هي اللي تعطيك الخدمه ثم الخدمه ثم الخدمه. ا مومون دوني بدنك مخك لي ميسكل كل شيء يستانسوا، تولي ما غير ما تشعر، تولي تعمل معناتها تو دومين نيمبورت كيل جيست من غير ما تشعر. دونك هما معناها مصر بالنسبه لي انا لو كونكورون ديريكت، ميم سي الجزائر قاعده ترجع، المغرب كيف كيف، الكونغو قاعده تخدم، انغولا باغي، الناس قاعده تتطور. في افريقيا انا نعرف توا عديد من اللاعبين في فرنسا افريقيين، معناها انغولا، الكونغو، السنغال، كوت ديفوار، معناها الناس قاعده ميم سي احنا بعاد برشا عليهم سي فري واحنا احسن، لكن الناس تخدم هما ممنين بنفسهم. فحذر كل الحذر، التوفيق ان شاء الله وحظ موفق باش نكون ان شاء الله من المشجعين الاولانيين رغم اللي باش نكون في كاس اسيا انا في الوقت هذاك. لكن نتمنى ان شاء الله اول حاجه نترشح انا ساعه قبلكم قبل الدوله قبل تونس نترشح انا لانه الدوره تو اقرب الدوره تو وان شاء الله علاش ليه نتقابلوا ان شاء الله في طوكيو. نفس ما قلت لك معناها نرجع لكلمه صغيره للافكتيف نتاع ليكيب ناسيونال.
تقريبا 80 و90% الكل صحابي ولعبت معهم ونعرفهم رجال بلغتنا نحن جراح ممسي حتى المهمة صعيبة لكن عنده إمكانيات. أنا ما من بيها 100% مصر صحيح أقوى بور لانستان لكن يا معلم ما تعرفش عليها معلم ما تعرفش عليها avec les piliers اللي عندنا aujourd'hui on a beaucoup de qualité physique معناتها mental إن شاء الله بقدرة الله إن شاء الله في تونس مع الجمهور bien sûr إن شاء الله بقدرة ربي تكون الكأس إفريقيا والألعاب الأولمبية إن شاء الله من نصيب المنتخب التونسي إن شاء الله. إن شاء الله تكون الفرحة دوبل. ترشح يوسف بن علي لطوكيو. والله يشوف يوسف بن علي بركة. سوى أنا نحب نقدم تحية زادة للملاعبية التونسية اللي معايا الكل هنا في منتخب قطر. ملاعبية زادة كيف معناها ذو إمكانيات عالية ميمسي ما سعفهمش الحظ باش يلعبوا في تونس. لكن اليوم قاعدين يشرفوا في كره التونسيه عن طريق المنتخب القطري فاحنا مانا السفراء هذا خدمه هذه رياضه هذا اكل عيش قال المصري نخدم على رواحنا لكن يفو باو بلي معناها رانا نمثلوا في كره التونسيه لان ما تكوننا كان في تونس الحمد لله مع الشكر يوسف شكرا سي محسن ميرسي بوكو ان شاء الله ما طولناش عليكم اتري بيانتو لكن طيبه